الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني، باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرف عليه. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. متفق عليهما. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه ينزل عليه ملك يسدده. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. رواه أبو داود. وقد حمل على ما لا على ما إذا لم يوجد غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وهو أهل الحمد والفضل والثناء. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأصفياء وأصحابه الغر الميامين النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم لا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها. هذا هو الباب الثاني من الكتاب الذي عقده المصنف رحمه الله في المنتقى، منتقى الأخبار، تحت كتاب الأقضية والأحكام. كتاب الأقضية والأحكام. الباب الذي قبله كان في عقده تحت ترجمة باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما.
وتكلمنا في ذلك الباب عن معنى الترجمة والكتاب الأقضية، وهي مفردها قضاء، وقلنا إن القضاء فعل، قضاء يقضي، هذا الفعل فيه معنى قضى ومعنى مضى ومعنى فرغ ومعنى مات ومعنى قضى بمعنى أدى دينه. وكلها في العربية يعبر عنها بمعنى قضى، لا يقضى عليهم فيموت يعني ما يموتون، وفلان قضى دينه يعني أداه، وفلان قضى من كذا يعني فرغ منه، والقاضي قضى قضاه يعني حكم، كلها معنى واحد. بمعنى كلها إذا رأيت يعني نظرت في الجامع بينها كما لاحظ هذا فقهاء اللغة، ترجع إلى معنى التمام والانتهاء، كلها بمعنى التمام والانتهاء، يعني كل هذه الأفعال مردها إلى أن الشيء انتهى أو تم. ولهذا قالوا إن كل ما أحكم عمله وختم وأدي على وجهه ونفذ فقد قضي، فكل هذه فعلا بمعنى قضى وفصل فيه. إذن القضاء موضوع كما يقول اللغويون وفقهاء اللغة، موضوع للقدر المشترك بين هذه المعاني، وهي كما قلنا بمعنى الانتهاء من الشيء وإتمامه وبلوغ النهاية فيه. أما الحكم فهو بمعنى المنع، لأنه قال كتاب الأقضية والأحكام، الحكم بمعنى المنع. وسمي الحكيم حكيما لأن عنده من العقل ما يمنعه عن الأشياء الصغيرة، عن الأشياء التي يأباها العقل ويأباها العقلاء ويأباها أصحاب المروءات، ومن هنا الحكم هو المنع. والمراد به وكلها مراد بها هنا يعني في من حيث الصلاح القضاء هو الإلزام وفصل الخصومات، الإلزام وفصل، بمعنى القاضي له وظيفتان، القاضي حينما يصدر حكمه فإن فيه أمرين، فيه إلزام وفيه فصل، فيه إلزام للمتداعيين المتخاصمين وفيه بت، بحيث أنه يفصل للحق هذا هل هو لهذا أو لهذا، فإذن هو فيه إلزام وفيه فصل، وقد يكون فيه صلح طبعا، لكن المقصود أنه هو يعني، وقد يكون فيه أيضا هو يبت على كل حال، قد يكون القاضي يقول لا الأمر ليس لك شيء، أو يقول أنك لم تستطع أن تثبت ما ادعيته، وعلى كل حال فيه لا شك طبعا ذكر أهل العلماء في قضية في القضاء وصفته، كيف القاضي كيف يقضي وكيف يعبر عن المسألة عن القضية التي يعرض عليه، هل هي بت يصدر حكما قاطعا، أو أنه إنهاء كما يقولون، أو أنه بمعنى أنه ليس لك شيء، بمعنى ما استطاع أن يثبت إلى آخره، في عبارات معروفة عند ومصطلحات عند في قضايا في كيفية إنهاء المسائل المعروضة عليه عند بين المتخاصمين.
والمتداعيين. المقصود أن القضاء هذا هو معناه من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. وفي الباب الأول كان حديثا عن وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة، وكان فيها حديثان، حديث عبد الله بن عمرو في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم، وتكلمنا عنه من حيث هذا، وإن كان في ثلاثة فقط فما بالك إذا كانوا أكثر. والمراد طبعا التأمير هنا سواء كان في ولاية صغيرة أو ولاية كبيرة، وتكلمنا عن هذا الكلام في حينه بما لعله كان مفيدا في وقته. وحديث الثاني حديث أبي سعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر عليهم أحدهم. وبمعنى أنه، وهذا تكلم فيها طويلا من حيث أنه ينبغي للناس أن يكونوا منظمين، لأن مثل هذا التنظيم حينما يكون ثلاثة أو أكثر ويكون في سفر أو مجموعة، وحتى في غير السفر، لأن حينما يكون الأمر منظما بحيث أنهم يؤمرون أحدهم بمعنى أن يرتبون أمورهم، وحينما يؤمرونه يجب أن يطيعوه، لأن هل ما في إمارة بدون طاعة؟ وطاعة حقيقية حينما يختارونه، أنه حينما يأمر بالرحيل، بالقيام، بكذا، أو يوزع الوظائف والمهمات، أنت يعمل كذا وأنت يفعل كذا، يجب أن يطاع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني. والأمراء كل من يعني الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم نوابه، سواء كان من الخليفة الأعظم والإمام الأعظم إلى أصغر مسؤولية، إمام المسجد والوزير والمدير العام والوكلاء، كل هؤلاء أصحاب وظائف وكلهم نواب على قدر مراتبهم، ولا بد أن يطاعوا طبعا، وإنما الطاعة في المعروف، الطاعة بالمعروف، لا طاعة في معصية. لكن حينما نقول لا طاعة في المعصية لا يعني التمرد، ولا إنما بمعنى ما أمر به من معصية لا يطاع، لكن تبقى ولايته وتبقى إمارته ويبقى هو الأمير. لا 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 لا, لا يعني أنه إذا أمر بمعصية أن 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 هذا يسقط ولايته وإمارته، لا، إنما لا يطاع بس، لكنه يبقى على مسؤوليته وعلى إمارته. على كل حال كل هذا تكلمنا عنه في وقته بما يغني الإعادة، ولعله يأتي في ثنايا الباب القادمة ما أيضا يقتضي الإعادة أو يقتضي التأكيد أو يقتضي التنبيه. قال هنا: باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها، بمعنى أن الإنسان لا يتطلع للولاية. والمراد بالولاية هنا كل الوظائف، كل المناصب والمسؤوليات كلها دخل في هذا، بدءا من الإمام الأعظم والإمام الأكبر والخليفة أو الأمير أو الحاكم أو الملك أو الرئيس، ومن دونه من نوابه، كان سواء كان نائب الملك أو كان رئيس الوزراء أو كان الوزير أو كان نائب الوزير أو كان وكيل وزارة أو كان مدير أو مدير العام أو كان مدير مدرسة أو كان أي وظيفة، أو كان قاضيا أو في القضاء أو في الاحتساب أو في أي وظيفة، أي وظيفة مسؤولية لا يتطلع، لا ينبغي أن يتطلع لها الإنسان أبدا، إنما إذا ابتلي يعينه الله عز وجل، أما يتطلع لا يتطلع. وسوف يأتي الكلام على هذا، وإن كان في بعض قضايا قد يكون إذا لم يوجد غيره، أو حتى في قوله يعني قال اجعلني على خزائن الأرض، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في قول موسى في قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم. فهو هو اللي طلب الولاية، قالوا إن هذا في حكم في شرع من قبلنا وأنه ليس في شرع، على كل شيء لعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله. لكن الأصل فعلا في الإسلام أن الإنسان لا يتطلع إلى
الولاية ولا ينافس عليها، لكن إذا ابتلي بها يعينه الله عز وجل. فقال: باب كراهية الحرص على الولاية. والحرص طبعا كما تعرفون، ولأن ذكرنا كثيرا مع الحرص، الحرص قلبي، الحرص قلبي. فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تيأس. احرص يعني ليكون عندك دافع داخلي وعندك تحرك قلبي على ما ينفعك، لأن الإنسان غالبا إذا كان عنده همة داخلية وعنده حياة قلب غالبا يمشي وينجح. أما إذا كان ليس عنده همة ولا عنده تحرك، هذا غالبا لا، ما يعني ما لا يحقق كما يحقق غيره. فإذا هنا الحرص بمعنى التطلع حتى الداخلي، وهذا معلوم أنه بينك وبين الله، ولأعمال القلوب عجيبة، شأن أعمال القلوب عجيب، والله سبحانه وتعالى هو المطلع على القلوب وهو علام الغيوب. فينبغي أن فعلا أن تجعل من نفسك على نفسك رقيبة، وأنت أدرى والله أدرى بما في قلبك وتطلعاتك وحرصك إلى آخره، سواء على الخير أو على الشر أو على ما ينبغي الحرص عليه وعما لا ينبغي الحرص عليه. فقال: باب كراهية الحرص على الولاية. والولاية هنا أي وظيفة، كل الوظائف ولايات، سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص، مدير شركة أو مسؤول في شركة، أو كل هذه ولايات، كل هذه ولايات، ولا ينبغي الإنسان أن يتطلع لها إلا إذا ابتلي بها أو ألزم بها أو لا يوجد غيره مثلا، فعلا تبين أقنعوه أنه ليس هناك من أكفى منه إلى آخره، في قضايا الناس يعرفونها. فقال: باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها. إذا عندنا أمران، عندنا حرص وعندنا طلب. الحرص قلبي والطلب سعي بنفسه، يوسط ناس، يدخل الناس إلى آخره، بل نسأل الله قد يبذل أيضا ليصل إلى ما يصل إليه. فإذا عندنا لا حرص ولا طلب، ما ينبغي لا الحرص ولا الطلب. فالحرص هو اللي هو التطلع وأعمال القلب، والطلب اللي هو السعي بالفعل بأي أنواع أو بأي نوع من أنواع السعي، بنفسه ولا بغيره، بواسطة ولا بأي طريق. قال عن أبي موسى رضي الله عنه الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. كلاهما طلب الولاية، يعني اجعلني على أمير أو اجعلني على مسؤول الزكاة ولا اجعلني كذا وكذا، أي وظائف من وظائف الدولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرص عليه. إذن في يسأله هذا طلب وحرص عليه، بمعنى له تطلع داخلي. والحرص يتبين، حرص تطلع الإنسان يطلع رأسه كل شوي يعني، وينبه ويذكر ويزاحم. الحرص يعني له دلائله. فقال: إن والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرص عليه. حرص عليه بفتح الرأي وكسرها، حرص عليه وحرص عليه، كلاهما سائغ في اللغة. وحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، ابن أترى، لأنها بدل من عبد المنادى، لكن ابني لا، ما تسوق، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. هذا هو الأثر،
هذا هو الأثر الذي يترتب على من طلبها ومن أعطيها من غير طلب. فالأول إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ورعانة من الله عز وجل، وإذا أعين صار كفأا وصار موفقا ومسددا ورزق بطانة ويعني ألهم الحق والصواب إلى آخره، ويعني طبعا ليس معصوما، لكن يبقى ما دام أنه لم يكن مطلعا لها فأنه غالبا تكون أعماله مسددة، ويكون ويعني لأن غالب يعني أنتم تلاحظون يعني الذي يأتي الولاية أو الوظيفة وهو ساع إليها غالبا يشوش على ذمته ويشوش على صفاء عمله، بمعنى يكون حريص على الوظيفة بحيث أنه قد يضحي بالحق أو يضحي بحقوق الناس في سبيل أن يبقى في المنصب. أما إذا كان يعني لم يتطلع وإنما ابتلي فهذا غالبا لا غالبا يهمه الموضوع ويهمه الحق ويهمه أن تصل للناس حقوقهم وأن يؤدي الذي عليه، لأنه ليس متمسكا ولا متشبثا، وتستوي عنده إن بقي أو ذهب، بل لعل الذهب أحب إليه، فيؤدي المسؤولية بتجرد وبأمانة ونزاهة. وهذا كله من أنواع وألوان الإعانة. بينما إذا كان متشبث وحريص وطالبها غالبا تكون هي مقدمة عنده، وقد يكون عنده تنازلات في سبيل أن يبقى في منصبه ووظيفته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وكلت إليها ضبطت بضبطين: وكلت بتخفيف الكاف أو وكلت إليها، وكلاهما لها معنى وكلاهما مطلوب. وكلت إليها بالتخفيف يعني صرفت إليها، بمعنى صارت هي شغلك الشاغل وكنت يعني معتمدا عليها، وصرت أنت يعني بمعنى لم يكن لك من الله إعانة ولا عون، وإنما تكون يعني مشغول بها بنفسك أو مشغولة بها نفسك. وكلت بمعنى استحفظت، بمعنى الاستحفاظ الفرق بين حفظ واستحفظ، بما يعني 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 وكل إليه المحافظة عليها. استحفظ يعني مسؤول عن الحفاظ عليها، بينما إذا أتته بغير مسألة الله يحفظها عليه ولا يكون مشغولا بالاشتغال بها والاشتغال بالخوف من ذهابها أو بالخوف بنقص إلى آخره. هذا استحفاظ، بمعنى يكون هو المسؤول عن البقائها ومسؤول عن التشبث بها. وكلت استحفاظ. بينما إذا كان جاءت من غير مسألة أو هو أكلف بها ما يتطلع فإن الله يعينه، والله عز وجل هو الذي يتولى مهامها ويتولى توجيهه وإعانته على أن يقوم بها على وجهها. ومثل الحديثان الأولان في البخاري في المتفق في الصحيحين، حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة في الصحيحين. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه ينزل عليه ملك يسدده. هذا وإن كان في ظاهره والخمسة في ضعف، لكنه معناه صحيح وتؤيده الحديث التي بعده: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، يعني تطلع القضاء وطلبه. طبعا وكل نفسه لا يعني
ألا يكون قضاء صحيحا، ولا يعني ألا يكون عادلا، قد يكون عادل، لكن فرق بين أن يكون يعني هو كما قال استحفظ متشبث، وبين أن الله عز وجل هو اللي يسدده ويعينه و لأن يعني واضح فرق بين المتشبث بالوظيفة والمنصب ومشغول داخليا في الخوف من أن يعزل أو الخوف من أن تذهب منه، هذا 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 نوع، وإنسان لا هو اللي مكلف بها ولم يتطلع لها، ولهذا لا يهم أن ذهبت أو ذهبت أو بقيت وغدت أو راحت، طيب لكنه يؤدي على وجهها. فلهذا قال وكل إلى نفسه، وإن كان لا يعني هذا أنه لا يقول حقا وأنه لا يقضي بعدل، لا، لكنه يبقى هو يعني مشغول حريص عليها، وخاطره وداخله متعلق بها، ومن جبر عليه يزل عليه القضاء، يعني ينزل عليه ملك يسدده. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أيضا، إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. هذا الصحيح، وهو عجيب، إنكم ستحرصون، وهذا طبعا من علامات النبوة، من علامات النبوة أنه يقول إن في الأمة ومن يتكالبون ويحرصون على الإمارة، والمراد بالإمارة هنا أي وظيفة، وليس فقط الولاية العظمى، وإن كان الولاية العظمى طبعا أيضا فيها فعلا تعرفون بعد الخلافة الراشدة بدأت لا شك المنافسات على تولي الحكم بني أمية وبن العباس، وإن كانوا طبعا أحكام إسلامية، وهم ليس هذا كلاما يعني ليس قدحا في الدولة نفسها، لا، وإنما كان ينبغي أن تكون على غير هذا النحو، لكنها طبعا كلها دول إسلامية ودول حاكمة وحكموا بالشرع، ما في إشكال يعني، وإن كان طبعا لا شك طبعا ليسوا كخلافة الراشدة، الخلافة 30 ثم تكون ملكا عاضا أو ملكا عضوضا، بمعنى أنها ملك يعني، ولكن لا يعني أنها غير شرعية أو أنها غير يعني، لا، إنما ليس كالخلافة اللي خلافة الراشدة. المقصود أنه قال إنكم ستحرصون على الإمارة، يعني سيكون فيه تنافس على التولي، سواء كان الإمام العظمى أو ما دونها من ولايات ووزارات ووظائف، سواء كانت وظائف عامة وظائف دينية غير دينية حسبة غير حسبة، كلها داخلة في الولايات وداخلة في الإمارات. إنك ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، لا شك طبعا، وسيأتي معنا أنها ندامة إلا من قام بحقها. فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة، طبعا نعم المرضعة بمعنى هي لها لذة حينما يكون زاف المنصب، من حيث الجاه ومن حيث من حوله ومن حيث تعلق الناس به ومن حيث يأمر وينهى، والناس أيضا يكون حوله ومن حوله ممن يعني لا شك طبعا الذين عادة يلتفون حول أصحاب الولايات ويضفون عليهم من الهالة ويضفون عليهم من المكانة والمقامات إلى آخره. فهم نقل نعمة المرضعة، هذا إرضاع، وبئسة الفاطمة، سواء العزل، ما في أشد عن العزل من المسؤول أن يعزل، عزل شديد، خاصة إذا كان متطلع وإذا كان يعني سعى إليها فالعزل شديد، ولكن بعض الناس لا، إذا كان غير متطلع ما يهم، عزل أو لم يعزل لم عنده سيئة، والناس تعرف لا 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 هلا من يتأثر بالعزم ومن لا يتأثر، لكن بئسة الفاطمة أو بئسة الفاطمة يوم القيامة نسأل الله السلامة، وهذا أشد. وال من 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 لطائف
تنبه العلماء أنه يعني قال نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، ما قال نعمة المرضعة، قال نعمة المرضعة وقال بئست الفاطمة. يبدو أن يعني التاء هذه يعني تفيد فعل ثقل، يعني النعمة المرضعة بدون تاء في خفة وفيه يعني جاذبية، وإلا هي في اللغة تقول نعمة المرضعة، يعني مؤنث نعمة المرضعة مؤنث طبعا مجازي، لكنه قال نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، أضاف التاء عند الفطام، مما يدل على كان فيه نوع 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 تشبث أو نوع ثقل. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. الحديث الأولى كلها في من سأل وحرص، وإن كسأله ضعيف لكن معناه صحيح. هنا ذكر النتيجة، بمعنى من طلب القضاء، طبعا هذا الحديث يختلف عن ما أفادته الحديث قبله. الحديث قبله فعلا كما 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 عقد المصنف الترجمة كراهية الحرص والطلب، وفي حديث أبي موسى وعبد الرحمن سمرة وأنس كلها فيه تدل على، لكن الحديث الثالث لا، من طلب وغلب عدله جوره فله الجنة، وإن غلب جوره عدله فله النار. والغالب أن تقريبا، لأن في أحاديث غير هذه تدل على فضل من قام بالعدل، المقسطون على ما يبيع النور على أمير الرحمن، وهذا الحديث سوف يأتي إن شاء الله في الباب التالية. وأيضا السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، ومنهم إمام عادل. فمن قام بالوظيفة على حقها وبحقها ولو كان بطلب منه فإنه يعان. ولهذا أيضا إذا حكم الحاكم فأصعب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وسوف تأتي الأحاديث هذه كلها، لكن المقصود هو كما يعني يعني الخلاصة كما ذكر يقول النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولايات اللي هي الحرص والطلب، كراهة الحرص وعدم الطلب. قال: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، يعني الوظيفة، ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل. شوف اللي يعني العلماء يحكمون عباراتهم ويضعون من القيود ويضعون من الضوابط ما تجتمع به الأدلة أو دلالات الأدلة. فقال: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف، قال: وهو من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط منه أو فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة، بل حتى نسأل الله السلامة حتى يندم حتى بعد ما يعزل
أو بعد ما ينتهي أو حتى يتقاعد يندم، لأنه يدرك ماذا فعل وكيف يعني كان، يعني كيف كان سلوكه كما يقال، سلوكه الوظيفي، كيف كان يسلك وظيفته، يقدم هذا يقرب هذا يبعد هذا يظلم هذا يتغاضى عن هذا يتابع هذا يتشدد على هذا من غير عدل. إذا انتهى وانتهت وعزل أو تقاعد أو 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 أو, أو يعني ترك العمل بدأ، هذا غير القيامة صلى الله عليه وسلم، القيامة أشد. ولهذا قال بيسة الفاطمة، فهو يقول فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بخزي يوم القيامة. وأما من كان أهلا هذا الشاهد وعدل فيها فأجره عظيم، ويبدو لهذا سواء كان أتى بطلب أو بغير طلب، لأن الحديث الثانية المقصود على النور وسبعة يظل مرها في ظله، وإذا حكم الحاكم وأخطأ أو فأصاب له أجران إلى آخره، هذه تدخل يدخل فيها سواء من كان جاء بطلب أو بغير طلب. ولذلك الشيخ يقول هنا وأما من كان أهلا والنووي وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن وهذا صحيح الدخول فيها خطر عظيم، وهذا صحيح الدخول فيها فعلا إذا رزق العبد السلام هو أولى، إذا رزق العبد السلامة واستطاع أن يسلم فهذا خير كثير، لكن إذا ابتلي بعيد وأدى الحق فيها فأجره عظيم، وخاصة أن الناس تحتاج ولايات، لو كل الناس تخلوا عنها تحطت مصالح المسلمين مصالح الناس، يحتاجون القضاء ويحتاجون الولاة ويحتاجون الوزراء ويحتاجون المديرون ويحتاجون المديرين ويحتاجون الموظفين بأشكال، يحتاجون المحاسب ويحتاجون الصندوق ويحتاجون كل وظائف تحتاج، والمعلمون فالأمة تحتاج كل هذه الوظائف ولابد. ولهذا أيضا يعده العلماء كذلك من باب آخر، هي من فروض الكفايات، فرض كفاية بمعنى واجب، لو تركوها الناس جميعا أثموا. وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظهر في الأخبار، ولكن الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها. الأكابر يعني الأكابر في أنفسهم، ليس الأكابر يعني أيضا الحديث كما قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار، أعتقد هذا هو 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 هو, هو الميزان. ولاحظ قوله ثم غلب عدله، ولهذا الشوكاني في شرحه يقول وظاهره أنه ليس من شرط الأجر الذي هو الجنة أن لا يحصل من القاضي جور أصلا، لا يكاد يعني قد يحصل، لكن أن يغلب عدله جوره هذا على خير إن شاء الله، لكن لو غلب جوره عدله هذا مشكلة، أما ألا يحصل منه أن يكون عادل 100% هذا قد يكون يتعذر في طبيعة البشر. ولهذا قال وظاهره أنه ليس من شرط الأجر الذي هو الجنة ألا يحصل من القاضي جور أصلا، بل المراد أن يكون جوره مغلوب عليه. قال فلا يضر الجور المغلوب بالعدل، إنما الذي يضر ويوجب النار أن يكون الجور غالبا للعدل. على كل حال هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا في هذا الباب، وستأتي الأبواب بعد هذا فيها مزيد إيضاح لكثير من قضايا الولايات والقيام بها وحقوقها
والمواقف منها، سواء في 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 يعني تفصيل وضع الشيخ له يعني ترجمات يعني كثيرة جدا، بمعنى أنها توضح كل أبعاد الوظائف والولايات. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.